اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير يا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
صلاة وآل
والله خبير بما تعملون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أصحاب الجنة هم الفائزون لا أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الغيب
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون اللهم ارحمنا بالقرآن.